ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الرز المعمر يعني حاجة كده حبيب الملايين، سهل جدا، السهل الممتنع، مفيش اسهل من كده. هقول لكم ان شاء الله ازاي تظبطوه ويطلع معاكي مفلفل وطعمه حلو جدا جدا ووش جميل. من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها، وهتعمليها على طول بطريقة سهلة جدا، وازاي ملزقش في الطاجن وازاي يطلع مفلفل وطعمه حلو. يلا بينا نشوف الطريقة ونقول بسم الله. اول حاجة عندي طبعا الكوباية اللي هعير بيها، علشان بس ما تغلبيش وتقولي حط قد ايه لبن للرز. هنعير بالكوباية العادية المج، دول كوبايتين من المج العادي بتاع الشاي. رز مغسول تحت الحنفية كده، بغسله لحد ما ينزل المية البيضة وتبقى المية صافية خالص. بستخدم بقى معلقة من الزبدة ومعلقة من القشطة لكل كوباية من الرز. كل كوباية من الرز معلقة من القشطة ومعلقة من الزبدة. بستخدم كمان شوية بسيطة خالص من الفلفل الأسود ومرقة دجاج، مرقة كاملة للكوبايتين من الرز، يعني كل كوباية نص مرقة. واستخدم طبعا اللبن والملح، واللبن بستخدم لكل كوباية من الرز كوباية ونص من اللبن. كل كوباية من الرز كوباية ونص من اللبن. في طبق بقى واسع كده هنحط الرز ومعاها الزبدة ومعاها كمان القشطة ومرقة الدجاج. وبإيدي كده معلش هتدعكي الرز بالقشطة والزبدة، ادعكيها كويس قوي لحد ما تحسي ان الرز كده اتشرب من الزبدة والقشطة، وكمان المرقة دابت والفلفل الاسود. طبعا هنظبط الملح بعدين. يعني احضر بقى الطاجن، وفضل يكون يتسخن شوية في الفرن قبل ما تحطي فيه، وادهنه كده شوية من الزبدة كويس. وبنزل بقى بخليط الرز والقشطة والزبدة اللي احنا عملناه ده. الخطوة دي اللي احنا عملناها ان احنا فرقنا الرز مع الزبدة والقشطة، بيخلي طعم الرز حكاية فظيع، بيبقى طعمه كريمي وحلو جدا جدا جدا. هنا بقى اللبن انا غليته زي ما قلتلكو لكل كوباية من الرز كوباية ونص من اللبن، واللبن لازم يكون مغلي كويس جدا. هنغلي اللبن وهننزل بيه على الطاجن. نسيت اقولكو ان الطاجن ده يكفي كوبايتين الرز. لو هتعمليه صغير طبعا هتقسمي الكمية، لو هتعمليه في طاجن صغير هتقسمي الكمية. هنفضي بقى الرز اللبن على الرز ونقلبه كده، علشان انا حطيت ملح قلبته بقى. حطي شوية ملح صغيرين ودوقي، لان احنا حطينا مرقة دجاج بتملح، خدي بالك ما تزوديش الملح، حطي شوية ملح صغيرين خالص ودوقي. هيدخل بقى فرن سخن في الرف الاوسط، سوري رف اسفل، على درجة حرارة 200 اول 10 دقايق، وبعد كده 10 دقايق كمان على درجة حرارة 170 او 180. يعني هيبقى الاول درجة حرارة عالية وبعد كده هتهدي النار، بيقعد تقريبا من تلت لنص ساعة حسب كمية الرز. عادي جدا لو اختبرتيه كده بالشوكة وشفت الرز استوى ولا لأ، مفيش مشكلة، ما بيضغطاش بفويل، ما بيتشغلش على شواية، هو هيستوي في الفترة دي وهيبقى كويس جدا. حطيه بس في رف اسفل مش في الارضية، يعني اول رف بعد الارضية، وهيقعد تقريبا من 20 ل 30 دقيقة بالظبط وهيستوي حسب كمية الرز. لو حسيت ان اللبن قل وهو لسه مستواش، عادي جدا سخني شوية لبن وزودي معلقتين كده من اللبن، هيستوي معاك وهيبقى زي الفل. زي ما انتوا شايفين طعمه تحفة، مقدرش اقول لكم واوصف لكم طعمه قد ايه حلو، قد ايه استوى، قد ايه مفلفل مش لازق في الطاجن، وطعمه حلو جدا مظبوط جدا. لو عجبكم الفيديو اوعى تنسوني من اللايك والشير وكومنت حلو زيكم.